بالتنسيق مع مكتب جنيف لجبهة البوليساريو تنظيم وقفة بمناسبة انعقاد الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهذه الوقفة عنوانها توسيع صلاحية المنصب. بالمناسبة نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان في إطار تنسيقية الفعاليات عدلنا حملة وطنية ودولية منذ 1 يناير إلى نهاية أبريل سابق انعقاد مجلس الأمن، وهذه الحملة الآن جاءت للوقفة من أجل توسيع صلاحية المينورسو مؤازرة لها ومؤيدة لها في المناطق المحتلة. ووجودنا هون وجود جالية اللي جاءت من فرنسا ومن إسبانيا ومن أماكن أخرى، وجود المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين اللي جايين من مخيمات اللاجئين، جايين من المنطقة المحتلة واللي واصلوا أشغالهم في الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان. هذا كامل يعطي صورة عن قضية الصحراوية ويعطيها يوضحها وينعتها على مستوى سويسرا، كذلك حتى بالنسبة للدول اللي جات وحضرت هون في المجلس اللي منها حاضر معنا في الوقفة، ليتعود عنده فكرة عن هذه القضية ويسمعنا سيتكلموا عنها.